وصلي وادعي ربك يرحمه ويتوب عليه. هذا بالنسبة لإضاعة المال. قال وكثرة السؤال. كان ينهى الحديث، نرجع له تاني، كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وإيه وكثرة السؤال. قال وأما كثرة السؤال ففيه وجهان، أحدهما أن يكون ذلك راجعا إلى الأمور العلمية، يقعد يسأل بقى ويتحكك في الأسئلة في الأمور العلمية والمسائل الفقهية. طب لو حصل كذا، لو كذا، إذا كان كذا. ها طبعا في نهي عام عن كثرة السؤال، لا خلاص اعمل بما تعرف، ما تقعدش بقى تسأل كتير. ها في ايه؟ في المسائل العلمية. قال وقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة اليها. تيجي الواحدة مثلا رفع الله عنها مثلا الصوم عندما تكون حائضة مثلا، هي عاوزة تصوم، تقعد تسأل أسئلة. طب لو عملت، طب لو أخذت حاجة منعت الحيض، طب لو من هذه النوعية، طب لو طب في الحج خفف عنها أركان معينة مثلا الطواف، الطواف لابد أن تطوف وهي طاهر، تقعد طب لو عملت، طب تكثر من الأسئلة. أنا بضرب أمثلة يعني، والأمثلة كثيرة. فبشكل عام كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. قعد يسأل بقى لحد ما النبي قال حرام، حرم عليهم من أجل مسألته. المعاملات المالية مثلا فيها كلام كتير، يقعد يقول طب اذا كذا وديته كذا واعطاني كذا، ف الاصل في المعاملات الماليه الاباحه طالما لا تخالف قاعده شرعيه او نصا شرعيا. يقعد يسال كتير لحد ما لا حرام، ما في خوف بقى ان هو ايه يسلك بها، ياخد حاجه يلقطها من من المفتي تنتهي به الى الوصول الى الحرام، فحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ أعظم الناس جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. وبيضرب أمثلة بقى. وفي حديث اللعان لما سئل عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. كان واحد سأل فالنبي وقتها كره الإكثار من المسائل وعاب كثرة الأسئلة. وفي حديث معاوية نهى عن الأغلوطات، حاجات فيها مغالطات وفيها أشياء داخلة في بعض يقعد يسأل عنها. قال وهي شداد المسائل وصعابها. ربما خفف عنك خلاص، ما تقعدش بقى تسأل وتشدد على نفسك فيأتيك التجديد، وإن أتى التجديد بسببك على المسلمين جميعا فأنت من أعظم الناس جرما كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإنما كان ذلك مكروها لما يتضمن كثير منه من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة تدعو إليه مع عدم الأمن من العثار وخطأ الظن، والأصل المنع من الحكم بالظن إلا حيث تدعو الضرورة إليه. هذا هو المقصود بكثرة السؤال، يعني المعنى الأول لكثرة السؤال. هناك معنى ثاني، ما هو المعنى الثاني غير المعنى الأول خالص؟ المعنى الأول السؤال عن المسائل العلمية والتجديد فيها والتنطع، الوصول إلى التنطع. الثاني بقى المعنى الثاني كثرة السؤال هنا قد يكون مقصود بها السؤال بالمال، كثرة السؤال أي أعطني مالا، ده معنى ثاني خالص. قال هذا أيضا ممكن أن يكون راجعا إلى سؤال المال، وقد وردت أحاديث في تعظيم مسألة الناس، أن أنت ما تسألش الناس. ولا شك أن بعض سؤال الناس أموالهم ممنوع، بعض، وذلك حيث يكون الإعطاء بناء على ظاهر الحال ويكون الباطل خلافه،
واحد بيسأل بقى المال وهو يعني وهو كأنه محتاج إليه والواقع أنه ليس الأمر كذلك. أو يكون السائل مخبرا عن أمر هو كاذب فيه، يقعد يسأل ويقول لك أنا بعمل عملية، أنا عندي ولادي ابني يتيم، أنا عندي حد مات، فيسأل فيكون كاذبا. وقد جاء في السنة ما يدل على اعتبار ظاهر الحال في هذا. الأصل إن أنت بتمشي على ظاهر الحال، والباطن بتاكلها إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فجاء في السنة ما يدل على اعتبار ظاهر الحال في هذا، وهو ما روي أنه مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتان، وإنما كان ذلك والله أعلم لأن فقراء مجردين. النبي قال إيه؟ واحد من أهل الصفة ترك دينارين، فقال كيتان. كيتان يعني من النار، يعني هتحرق، يحرق مرتان من النار بسبب الدرهمين دول. طب ليه؟ قال لك أهل الصفة أصلا كانوا فقراء، لو واحد خد صدقة، يعني واحد أعطى صدقة ياخدها وينفقها على طول على نفسه أو على غيره، محدش بإيه يدخر شيء، لا يوجد ادخار. فمعنى أن هذا مدخر شيئا يبقى إيه؟ هذا ادخر في غير محل ادخار وفي غير مقام ادخار وليس في حالة أهل الصفة، يبقى ادخاره ده ادخار اسم ومعصية وليس ادخار مباح. فالنبي قال كيتان، قال وإنما كان ذلك والله أعلم لأنهم كانوا فقراء مجردين يأخذون ويتصدق عليهم بناء على الفقر والعدن كمان. فأنت معاك دينارين بتاخد ليه بقى؟ يعني قاعد ليه مع أهل الصفة؟ لماذا تجلس معهم وتأخذ من الناس؟ وهكذا كانت حالة أهل الصفة، يعتمدون أو يعني يأخذون من الناس وصدقاتهم. يبقى لأنهم كانوا فقراء مجردين يأخذون ويتصدق عليهم بناء على الفقر والعدن، وظهر أن معه هذين الدينارين على خلاف ظاهر حاله، والمنقول عن مذهب الشافعي جواز السؤال. يبقى النبي هنا حاسب بظاهر الحال، ظاهر الحال انه محتاج وقاعد مع اهل الصف معتمد على الصدقة او ياخذ من الصدقة، فكيف انت يبقى معاك دينارين؟ يبقى اعتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهر حاله انه ايه، جلوسه مع اهل الصفة دليل على ان حاله حال الفقر والعدن، يبقى لا يصح ان يكون في جيبه دينارين وحاله والحالة التي هو قائم فيها هو حالة أهل الصفة الذين هم لا يملكون شيئا. جه الإمام الشافعي بقى قال يبقى إذن في نهي، والأقرأ يعني الأصل عدم سؤال الناس بالمال، لكن الإمام الشافعي اعتبر سؤال الأموال جائز، والمنقول عن مذهب الشافعي جواز السؤال. نعم يعني هو جائز أن يسأل ويطلب المال. يبقى والمنقول عن مذهب الشافعي جواز السؤال، ده بيقال في أي مقام؟ هو هنا الحديث بينهى عن كثرة السؤال، لكن الشافعي بيجوز السؤال، يبقى ربما الكلام يكون إيه؟ مناطه الكثرة، هنشوف. فإذا يقول فإذا قيل بذلك فينبغي النظر في تخصيص المنع بالكثرة. يبقى التوافق بين مذهب الشافعي والحديث هو إيه؟ يكون المناط هو إيه؟ الكثرة. يعني ممكن الواحد يسأل الناس مالا لكن يكون الحرمة في الإيه؟ في الكثرة، إكثار من السؤال. وهو لازم عشان يحصل التوافق بين مذهب الإمام الشافعي وبين الحديث، والحديث فعلا لفظته ماذا تقول؟ نهى، كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إذن هيكون في أمرين منهيين عنهم، إنه يسأل سؤالا كاذبا مبني على أمر كاذب ده لا يجوز، تاني حاجة الكثرة أيضا لا تجوز.
فإنه فإن قيل بذلك فينبغي النظر في تخصيص المنع بالكثرة، فإنه إن كانت الصورة تقتضي المنع فالسؤال ممنوع كثيره وقليله وإن لم يقتضي المنع فينبغي حمل هذا النهي على الكراهة للكثير من السؤال، مع أنه لا يخلو السؤال من غير حاجة عن كراهة، فتكون الكراهة في الكثرة أشد وتكون هي المخصوصة بالنهي. يعني أصلا مجرد السؤال فيه كراهة، الإكثار منه فيه إيه؟ كراهة أشد. خلاصة الإيه؟ المسألة. لذلك قال إيه في الآخر؟ مع أنه لا يخلو السؤال من غير حاجة، بس ده كله إيه؟ من غير حاجة. أما من حاجة فجائز على مذهب الشافعي، لكن لو من غير حاجة فمكروه. فإن كان هناك كثرة فالكراهة إيه؟ أشد. إذن كما قال هو في الآخر، فإذا قيل بذلك فينبغي النظر في تخصيص المنع بالكثرة، فإنه إن كانت الصورة تقتضي المنع فالسؤال ممنوع كثير وقليل من غير حاجة، وإن لم تقتضي المنع فينبغي حمل هذا النهي على الكراهة للكثير من السؤال، مع أنه لا يخلو السؤال من غير حاجة عن كراهة، فتكون الكراهة في الكثرة أشد وتكون هي المخصوصة بالنهي فين؟ في الحديث أو عموما. فكثرة السؤال ما فيش كلام منهي عنها من غير حاجة، من غير حاجة منهي عنها، وكراهتها أشد. وكراهتها إيه؟ أشد. وتبين من هذا أن من يكره السؤال مطلقا حيث لا يحرم ينبغي أن لا يحمل قوله كثرة السؤال على الوجه الأول المتعلق بالمسائل الدينية، طبعا المسائل الدينية خارجة من هذا الموضوع، أو يجعل النهي دالا على المرتبة الأشدية من الكراهة، على المرتبة الأشدية من الكراهة اللي هي إيه؟ ما هي المرتبة الأشدية في الكراهة؟ ها؟ الكثرة، كثرة السؤال. نيجي بعد كده، وكان ينهى عن عقوق الأمهات. هنلاحظ هنا في تخصيص بالأمهات، يعني في الآباء والأمهات. قال وتخصيص العقوق بالأمهات مع امتناعه في الآباء أيضا، طبعا لا عقوق الآباء ولا الأمهات، لكن لماذا خصص الأمهات؟ قال لأجل شدة حقوقهن ورجحان الأمر ببرهن بالنسبة إلى الآباء، وهذا من باب تخصيص الشيء بالذكر لإظهار عظمه في المنع إن كان ممنوعا، وشرفه إن كان مأمورا به. وقد يراعى في موضع آخر التنبيه بذكر الأدنى على الأعلى، فيخص الأدنى بالذكر، وذلك بحسب اختلاف المقصود. نيجي لي بعد ذلك ووأد البنات، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات. قال ووأد البنات عبارة عن دفنهن مع الحياة، وهذا التخصيص بالذكر لأنه كان هو الواقع في الجاهلية، فتوجه النهي إليه لأنه كان شيء موجود، لا لأن الحكم مخصوص بالبنات. طبعا مش المقصود هنا خصوص الوأد بالبنات، الوأد وأد البنات، وأن ده حكم مخصوص، لا، المقصود الواقع، هذا انطلاق من الواقع الذي كانوا فيه يئدون البنات، فلذلك كان النهي لا من أجل تخصيص البنات، ولكن من أجل الواقع الذي كان موجودا في الجاهلية. آخر شيء في الحديث، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. يقول ومنع وهات راجع إلى السؤال مع ضميمة النهي عن المنع، وهذا يحتمل وجهين. ما معنى وجه منع وهات؟ أحدهما أن يكون النهي عن المنع حيث يؤمر بالإعطاء، وعن السؤال حيث يمنع منه، فيكون كل واحد مخصوصا بصورة غير صورة الآخر. يعني ومنع وهات يمنع عندما يكون مطلوبا منه الإعطاء، واحد فعلا فقير وفي حاجة ومتيجي يسألك لا تعطيه وأنت تملك وتستطيع الإعطاء، هذا هو منع، هذا هو المنع المنهي عنه أن تمنع. وهات أيضا مقابلها أن أنت تقول هات وأنت لست في حاجة وتطلب، أيضا هذا ممنوع منه. يبقى ممنوع في جانب الإعطاء بأن يكون عطاؤك صحيحا وتمنع، وممنوع في جانب الأخذ
عندما يكون أخذك ليس مبنيا عن حاجة فتأخذ من غير حاجة. هذه حالة فيها مفارقة ما بين الإعطاء والأخذ. قال وقد يجتمع في صورة واحدة ولا تعارض بينهما، فيكون وظيفة الطالب ألا يسأل ووظيفة المعطي ألا يمنع إن وقع السؤال. يبقى دي صورة واحدة، إنه بشكل عام الطالب الأصل فيه ألا يسأل إلا إن حصلت حاجة أو ضرورة، والمعطي الأصل فيه ألا يمنع إن وقع السؤال، طالما سئلت تعطي إلا إن اكتشفت أن هذا السائل سائل ليس في حاجة أو كاذب. يبقى الأصل في جانب الطالب ها عدم، قول معايا الأصل في جانب الطالب عدم ها السؤال، والأصل في جانب المعطي إن وقع السؤال الإعطاء. وهذا ثم يختم فيقول وهذا لابد أن يستثنى منه ما إذا كان المطلوب محرما على الطالب فإنه يمتنع على المعطي إعطاؤه. طبعا لو المطلوب ده شيء محرم، واحد بيطلب زجاجة خمر تشتري له زجاجة خمر لكي يشربها، فطبعا يمتنع على المعطي إعطاؤه لكونه معينا على الإثم، ويحتمل أن يكون الحديث محمولا على الكثرة من السؤال. ممكن منع نهاد دي معناها الكثرة من السؤال، قد تكون معناها، بس ده معنى يعني المعاني اللي هو ذكرها الأول هي الأقوى، ولكن قد يكون أيضا، لكن هنا هيكون في تكرار بقى كثرة في السؤال. طب ما قال وكثرة السؤال، يبقى الأولى السير مع المعاني الأولى اللي ذكرناها اللي هي مسألة المعطي والآخذ وسلامة الإعطاء وسلامة الأخذ. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث. فهل الحديث الذي فيه معاني طيبة كثيرة شرحناها بالتفصيل، فالله الموفق والله المستعان. صلي ودعي ربك يرحمه.